مدينة ذكية تسعى لاستغلال الطاقة المتجددة حفاظاً على البيئة، هو مشروع هؤلاء البراعم الذين لطالما قادهم الطموح ليبدعوا في عالم الابتكار. المشروع تاعي تسلا تاون، فيه نستغلوا الطاقات المتجددة باش نحافظوا على الطاقات الغير متجددة، فالطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية، الطاقة المائية، وزلنا حاجة جديدة طاقة البرق. نحب نزيد نوصل للعالمية أكثر ونرفع راية الجزائر في كوريا الجنوبية. صنعت أنا وصديقي باركينج ذكي يقوم بالتعرف على الناس بالكاميرا ويتحكم يقوم بالأشياء بنفسه، ولدينا مايكروفون لنتكلم مع الناس الذين يذهبون إلى الموقف ما بواسطة تركي والكي. شاركت في المسابقة العالمية، تحصلت على المرتبة الأولى الميدالية الذهبية. مشروع سميته مصنع إعادة تدوير، ندير إعادة تدوير زي ما المواد اللي يكونوا مرميين في البيئة ونرجعهم زي ما مواد بلاستيكية كان نستفادوا منهم ونفيدوا البيئة بالنظافة. مبتكرون صغار وجدوا ضالتهم بهذا المركز بالعاصمة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في العالم الرقمي والتكنولوجيا. المشروع تاعنا كان مطار ذكي اللي يتميز بالروبوتات اللي كاينة فيه، كاين نقطة تفتيش ذكية، موقف سيارات ذكي يعد الأماكن المتوفرة، روبوت يقوم بإطفاء النار أوتوماتيكياً. احنا هنا يرانا نكونوا تلاميذ الاطفال، يعني اللي يكونوا من عمر 6 سنوات حتى 17 سنه. هنا برنامج من تحت رعايه شركه كوريه. هذا البرنامج مخصص لتكوين الاطفال مستوى بمستوى، يعني خطوه بخطوه. الهدف ديالنا هو تطوير مهارات التلاميذ باش يكون عندنا نخبة مختصة في الروبوتيك مستقبلا. عندنا أطفال الله يبارك اللي شاركوا في المسابقة الوطنية والعالمية واللي تحصلوا على ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية. العديد من الاختراعات يحملونها في رصيدهم، والطموح لا زال قائما لاختراعات من شأنها تدعيم الاقتصاد الوطني.